الاستعاذة من أشياء وردت في السنة من فعله عليه الصلاة والسلام أو من أمره، وهذه المستعاذ منها سأذكر بعضها على وجه الاختصار، ولن أعزو هذه إلى مضانها حتى لا تطول الخطبة. هي في الكتب التسعة أو في بعضها، وهي أحاديث صحيحة. وردت الاستعاذة من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا تسمع، وفي رواية من دعوة لا يستجاب لها.